دكتور وانا بساعه حاط تقرير الطياره لما تطلب من خلال جهاز بطاقتك المدنيه في الامارات تطير الطياره بالجي بي اس توصل للبيت تاخذ ياخذ البطاقه وتحط بطاقتك القديمه. هل هو من الصعوبه او حلم ان تتطور الخدمات في الكويت لهذه المرحله؟ والله شوف هو كمبدا حلم مو بصعب لان سوتها دبي ودبي دوله جاره مو بعيد عنها وتحمل نفس مقوماتنا احنا من حيث الامكانيات الاقتصاديه من حيث يعني شعب متماثل في كثير من الجوانب والامور شعبنا وشعبهم لكن الفرق هي الاداره العقليه التي تدار فيها دبي تختلف عن العقليه التي تدار فيها الكويت احنا الان عندنا فجوه كبيره بيننا وبين دبي على اكثر من مستوى على مستوى الاقتصاد على مستوى الثقافه العامه حتى على سبيل المثال المعرفة العلمية متقدمين في بعض الجوانب الأكاديمية من حيث المؤسسات التعليم العام من حيث التعليم الجامعي مباني الجامعات اللي عندهم وأنا حضرت أكثر من مرة في سيمينار وفي كذا وشهدت بنفسي الإمكانيات المتوفرة وقيس عليها كثير من الأمور الأخرى فبالتالي احنا نتكلم عن شنو؟ نتكلم عن وجود عقلية إدارية متطورة قادرة على إدارة هذه الأمور وهذه الشؤون وعندها روح المبادرة وأيضا أمانة تطبيق القانون ناس جادين في قضية تطبيق القانون وهذا ما إحنا نعاني منها الآن حاليا في الكويت فأعتقد إحنا عشان نقدر نوصل لهذا المستوى هذه المرحلة محتاجين زخم حقيقي وشعور حقيقي بالرغبة للعطاء بالمبادرة بالإخلاص والتفاني وتسخير هذه القدرات والإمكانيات بالطريقة السليمة والطريقة الصحيحة واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب حلو دكتور الحكومة الحالية ما الذي يمنح عندها مجلس أمة شبه مستقر شو اللي يمنع الوزراء شو اللي يمنع الحكومة وترسم سياسة عامة أن يكون هناك عمل على أرض الواقع شو اللي يمنعها الكل يسأل شو اللي يمنعها ما شوف ما في شيء يمنعها هي بس المسألة أن الحكومة مشغولة في موضوع تتعلق بالخلافات السياسية التي حدثت في السنوات الأخيرة وأنت تدري أنت شايف الوضع المتأزم السياسي بين المجلس وبين الحكومة تدخل نواب المجلس وهم أيضا شركاء بالفساد اللي تم في هذا البلد من خلال التعيينات والوسطات والمحسوبية وأيضا ألوم الحكومة فيها لأن فتحت المجال من أجل يعني ممارسة اللعبة السياسية ومحاولة تطبيق سياسة الترضيات وتنازلت عن حقوقها هي أن تمارس السلطة التنفيذية القانون وتطبقه بالشكل الصحيح لكن لا بالعكس لجأت إلى وسائل المهادنة والمساومة لإرضاء بعض النواب والنتيجة في النهاية البلد قاعد تدفع الثمن وإحنا نسمع وندري من يرفع بعض الشعارات الإصلاح من النواب هو أساسا طرف في هذا الفساد صحيح فبالتالي يعني احنا عندنا ازمه بان دائره الفساد واسعه وكبيره وعلى فكره حتى تدري المسؤول الفاسد عنده اسلوب في حمايه نفسه انه يحاول يفسد اللي تحته لانه يريد ان يوسع هذه الدائره ويشكل طوق حوالينا يحميه من اي مساءله ومحاسبه فلكن بسبب وجود نوعيات مع الأسف من يعني وجود بعض المسؤولين في الجهاز الحكومي وأيضا بعض الموظفين اللي تم تعيينهم بوسائل غير مشروعة صار عندك جهاز حكومي مهترع بشكل كامل هذا جهاز غير قادر على العطاء غير قادر على الإنتاج فبالتالي احنا مثل ما يقولون الكويتيين باللهجة الشعبية الشق عود هذا محتاج يكون عندك قيادة إدارية على مستوى عالي من المسؤولية وتأخذ القرار الحازم والسليم في تنظيف هذا الجهاز الإداري المهترع ووضع الكفاءات ومن هنا نقدر نبدأ لأن أنت في النهاية الوزير ما راح يقدر يسوي شيء بروحه إلا إذا كان تحته جهاز قادر أنه يخدمه ويساعده ويسنده فهذا أيضا يحتاج أن يكون عندك وزير أيضا على قدر كبير من المسؤولية فأعتقد هذا أكبر تحدي تواجه الآن الحكومة
وأنا أعتقد أيضا في عندنا مشكلة إن ما عندنا استراتيجية عمل واضحة بينه وبينك، سواء كان على مستوى القيادة الإدارية العليا أو حتى على مستوى الوزراء. يعني وزير يروح وزير يمشي ينسف كل اللي سواه قبله، ما في استراتيجية طويلة الأمد تستمر لمدة طويلة حتى يكون في نوع من الاستقرار النسبي. أنت ما تقدر تحقق الإنجاز إذا كل وزير يشتغل حسب مزاجه الخاص وحسب نظرته الخاصة وحسب يعني رؤيته الخاصة، ما ينظر وفقا لاستراتيجية بعيدة المدى تستطيع أن من خلالها تحقق نوع من الاستقرار والإنجاز. شو اللي يمنع دكتور؟ شو اللي يمنع؟ إيش قاعد أقول لك؟ أحيانا لا علاقة بسوء اختيار الوزراء أو لهم مصالح. بالضبط. يعني اختيار الوزراء لما أنت تسوء اختياره معناته الوزير اللي يجيك ما راح يكون على مستوى عالم الكفاءة. ونلاحظ اليوم يعني ملاحظة يعني الكل لاحظها، النائب تاجر، الوزير تاجر، ما أعرفش مو عيب إنك تصير تاجر، بس لما تصير متقبل أن تكون وزير يجب أن تبتعد عن شركتك ومصالحك الخاصة. أكيد أنا حتى لا تصبح هناك شبهة. صحيح صحيح. شوف التاجر مواطن حالة حال أي فئة. نعم. ومن حقه يمارس العمل السياسي، بس إحنا شنو اعتراضنا عليه؟ إنك أنت تخلط بين العمل التجاري والعمل السياسي. أنا أعطيك مثال حدث حتى صار في التراث الإسلامي عن ذي القفاري، وهو أحد هو صحابي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ما جاء أبو بكر الصديق الخليفة الأول كان ينزل إلى السوق لكي يمارس عمله حتى يحصل على قوة أسرته يصرف. نعم. عليهم. فراح كلمه قال له أنت الآن أصبحت خليفة فما تقدر تمارس التجارة وأنت خليفة، فانصحه أنه يأخذ من بيت المال يصرف على نفسه ويصرف على أسرته. شوف هذا قبل أيام المسلمين. فهذا شيء يقول لك أنت لما تكون في منصب سياسي أنت تحمل ميزة تنافسية تختلف لما تكون أنت إنسان تاجر ما تحمل هذه الميزة. هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، العدالة، التنافس الشريف. وهذا على فكرة هذا الموضوع مو بس يتعلق في وضع الكويت، في حتى هذه الأمور يطرحونها المنظمات الدولية تابعة هيئة الأمم المتحدة ويستخدمونها كمعيار أساسي لقياس التنافسية بين الدول. الاتفاقية الأمنية لقينا التيار الديني أول شيء اعترض عليها وقال أنها مخالفة للدستور. أنا ما عرفت من التيار الديني مرة يقول ننسف الدستور ومرة يبي يغير الدستور ومرة الآن الاتفاقية الأمنية تغير يعني تخالف الدستور. الدستور الظاهر ينقونه وفق المصالح اللي يبونها. شفنا على الخط أيضا دخول التحالف الوطني أيضا يرفض قضية الاتفاقية الأمنية لموضوع الحريات. نعم. إيش رأيك في موضوع الاتفاقية الأمنية؟ شوف الآن الوضع الحالي كل واحد يرفض هذه الاتفاقية يطالعها من زاوية مختلفة عن الآخر، لكن كلها تصب في مصلحته الخاصة. بمعنى بلا شك في بعض البنود في الاتفاقية أيدهم فيها، يعني فيها من هلامية وضبابية بحيث أنك أنت تثير. صحيح. تساؤلات لازم تكون لازم تكون واضحة، خصوصا يعني الاتفاقية يعني الاعتماد في بعض البنود راح تترتب عليها تداعيات خطيرة يعني. صحيح. وتلزم الحكومة الكويتية في المستقبل في بعض الأمور يمكن أوضحها بعد شوي. يا ريت والله. لكن في بعض منهم يرى أن هذه البنود في الاتفاقية راح تؤدي إلى أن بعض المتهمين بالإرهاب سيتم تسليمهم بسهولة، وبالتالي مش من منطلق حريات، منطلق خوفي على نفسي ومصلحتي الخاصة. في بعض منهم مؤمن في قضية الحريات وقد يكون مؤمن فعلا في هذا الموضوع، بس ينظرها من زاوية سياسية بحتة ولا ينظرها من جانب قانوني بحت. يعني بمعنى ان انت عندك موضوع اكبر من جانب سياسي، مش قضية حريات الان فقط. يمكن هي فيها فعلا موضوع الحريات قضية مهمة، بس في قضايا اخرى انت ممكن لو الحكومة استطاعت بفطاحلة مستشارين يجاوبون عليها بسهولة ويغطونا في الجانب القانوني راح يغطون الجانب السياسي بسهولة، وبالتالي حتى يحمون حرياتنا. ففي مخالفة دستورية وهذا جانب قانوني مهم لازم نجاوب عليه. بعطيك مثال. يا ليت دكتور. شوف على سبيل المثال انت عندك مثلا
طبعا هني في البند الاول الماده الاولى تتكلم بان هذه الاتفاقيه راح يتم فيها تعاون بين جميع الاطراف وفقا للتشريعات الوطنيه، بس ما فصلت لي بالتحديد ما هي هذه التشريعات الوطنيه. صحيح. التي سوف تتلاقى وتتعارض مع بنود الاتفاقيه، فكلام هلامي، واعتقد في تعمد لهذا الكلام الهلامي لان ما في تقارب بين الانظمه السياسية في الكويت مختلفة. ولا الأنظمة القضائية ولا حقوق التقاضي وغيرها، فبالتالي هذا أمر واضح. عندك أيضا، شوف على سبيل المثال يقول لك هنا أن تبادل المعلومات هي المادة السادسة، تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها. شنو اختلاف أشكالها وأنواعها؟ مو أنت عندك الجريمة في بعض الدول الخليج جريمة الرأي السياسي تختلف. صحيح. معيارها ودرجتها من دولة إلى أخرى. نعم. الكويت بحكم أن دولة منفتحة سياسيا وأكثر انفتاحا في حرية الرأي والتعبير في هذا المعيار يعتبر مو جريمة، لكن عند دولة أخرى قد تعتبر جريمة، فجريمة الرأي السياسي أيضا تدخل في هذا الشق. فأنت الآن هذا تساؤل مهم وخطير. نعم. لما تيجي تقول لي والله هذه لن تتعارض مع تشريعاتنا الوطنية، أنا ما راح استكفي في هذه العبارة المادة، تعال تحفظ لي عليها واشرح لي إياها وقول لي فعلا ان هذه ما راح تتعارض، وبالتحديد هذا الشق فيما يتعلق بجريمه الراي السياسي، واعلن لي هذا الموقف، يا تحطه في مذكره تفسيريه، يا تعلنه حق الراي العام الكويتي، يا انك انت تعلنه على مستوى مجلس التعاون الخليجي حتى الناس تكون في الصوره وتعرف. لكن اذا تركتها عايمه طبعا تاتي الان تصفيه الحسابات، اذا الشخص هذا ابي راسه وعندي مشكله معاه، لا والله انا بعدها هذه تدخل في اطار جريمه سياسيه، اخذوه فكوني منه، عرفت علي؟ فبالتالي هذه خطرة. زين راح أكمل لك الآن. ولا سيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية المستجدة. شنو الوطنية المستجدة؟ واضحة. الوطنية المستجدة من يدعي الوطنية، يستجد الوطنية معناته أنا عندي وطنية خاصة فيني، أنت الآن قاعد تستجد وطنية من عندك، فأنا أدخلك إياه من ضمن الجريمة المنظمة، لأن أنت قاعد تستجد شيء مو موجود عندي وتدعي الوطنية. هنا ممكن تحمل كثير من المفاهيم والتساؤلات. الوطنية مستجدة يعني معناتها من يدعي رأي آخر مخالف لرأيي، عرفت علي؟ هذا دخل أن أنت قاعد تبتدع وطنية من عندك، تعالي بحاسبك عليها. وجريمة منظمة يعني أحزاب سياسية، شيء ويعدها جريمة، يعني تنظيم سياسي أو فئة سياسية تطرح قضية معينة في إطار منظم وتبدي فيها رأي مخالف، أدخلها من ضمن الجريمة المنظمة عبر الوطنية المستجدة، وتعال احمل التأويلات أشكال وألوان. فهذا وارد، وقيس عليها. يعني على سبيل المثال أنا ما ودي أسترسل، يا والله يا ليت، إيه ما ودي أسترسل وايد بعد لأن الثغرات كثيرة بيني وبينك، بس أنا راح أعدي على بعض منهم اختصارا للوقت. يعني على سبيل المثال هني مثلا يتكلم عن سالفة يعني الدخول إلى دوريات المطاردة اللي تدخل إلى حدود الدول الأخرى، ما حدد عمق هذه الحدود، وين راح توصل، وين نقاط الالتقاء داخل هذه الحدود، وبعدين العمق يختلف من دولة إلى أخرى حسب حجمها. يعني 20 كيلو دخلنا وسط البحرين، صح، 20 كيلو في السعودية ما تدخلنا حتى يمكن ما توصل شيء، خطوتين من الحدود احنا عندنا توصل. فبالتالي خلينا نكون واضحين في المسألة، اين نقاط الالتقاء، وين راح نكون بعيدين غير كذا. فالاتفاقية فيها ثغرات تخالف الدستور، تمس بالحريات، بحقوق الناس. وبعدين ترى على فكرة مرات تسائل في ظل كل الاتفاقيات اللي احنا وقعنا عليها، مكافحة الإرهاب، اتفاقية الدفاع، كثير من الاتفاقيات موجودة، الدفاع المشترك. طيب الحين لما السعودية دخلت إلى البحرين بسبب طلب من الحكومة البحرينية، على أي اتفاقية استندوا هذيلة؟ طلبوا ودشوا، انتهى الموضوع. صح. ما احتاج أن أنا أسوي الاتفاقية وابتدع اتفاقية جديدة حق هذا الأمر، عرفت؟ فبالتالي هذه الاتفاقية بالتحديد الغرض منها هو الوصول لأشخاص محددين معينين في دول أخرى يبون يستلمونهم من هذه الدولة. يعني الهدف أشخاص معين. قد طبعا هذه أحد التأويلات والتفسيرات اللي تفسر في هذا الإطار، عرفت؟ حتى يصبح التسليم قانوني، التسليم يكون يعني موضوعي، عرفت عليه؟ وبعدين ها تقول يتم تسليم المتهمين، طيب المتهم يظل متهم حتى يثبت براءته. صحيح. فأنت الآن أفهم أن أنت يعني أنت تسلم مدان وصادر عليه حكم، بس أنك تسلم متهم
لم يصدر عليه الحكم بس عليه شبهة اتهام، هذه بعد مبالغ فيها، لأن أيضا حتى إجراءات التقاضي من دولة خليجية لأخرى تختلف. نعم. فبالتالي قد الشخص هذا يكون متهم لكن إجراءات التقاضي عندي في هذه الدولة تبرأة، في دولة أخرى تدينة. بس هذه أمور لابد أن تكون واضحة. بعض يشير يقول لك حتى لو تم اتفاق الاتجاه الأمني هذا أو هذه الاتفاقية الأمنية، هناك تشريعات في الكويت تمنع أيضا من تسليم المواطن، وهناك يحددونها يقولونها ولازم تكون واضحة. لازم تكون واضحة. طبعا أنت تقول لي في تشريعات وطنية، طيب أتفق وياك في تشريعات وطنية، بس أنا عندي 20 مادة مو وايدين. زين تعال خذ لي كل بند فيهم وقول لي وين نقاط الالتقاء والتعارض واشرح لي ويتم التعديل شلون في هذه الماده بالتحديد. احنا راح يكون وفقا للتشريع الوطني والدستور الكويتي وقوانين المعمول بها فيها هني، والله راح ارفض هذه الماده او هذه الفقره من هذه الماده حتى نكون على بينه ونكون وضوح. وبعدين الواحد يستغرب تبي الصراحه، في دول اوروبا الاتحاد الاوروبي ما فكر في القضايا الامنيه قبل ما يفكر في القضايا الاهم، تكامل اقتصادي، اتحاد ضريبي، توحيد عملة، يمكن لنا في كلها أمور وبعدين يأتي بعدها التقارب السياسي. لكن احنا طمرنا على قضايا اتفاقية أمنية ممكن أيضا تعالج هذه الاتفاقية بالوضع الحالي من خلال اتفاقيات ثنائية بين دولتين. الآن هناك تيار جديد وتيار الأستاذ علي الراشد والجماعة في المسار، ايش رايك فيه؟ والله هو طبعا المسار هو تجمع سياسي يتبنى مبادئ ساميه في قضيه ارساء القانون وتطبيقه بشكل صحيح، محاربه الفساد، تنميه باشكالها والوانها السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، ايضا التركيز على الحريات العامه وتطبيق الدستور الكويتي. وهي كلها ترى قضايا عامة طرحت في أكثر من موقع وأكثر من مكان وعبر تنظيمات مختلفة، لأن أصبح شعار عام كل من يرفعه. لكن التجمع هذا هو جاء بسبب وجود فراغ بيني وبينك في العمل التنظيمي السياسي، بسبب شعور الناس إن يريدون إن أحد يجمعهم أو يلمهم بالطريقة الصحيحة وفي نفس الوقت في إطار تنظيم يتوافق مع توجهاتهم وأفكارهم. الناس كثير، أغلبية الناس الآن في الوسط الرمادي احنا نسميه أو الوضع الرمادي. ليش؟ لأن أصبحت الآن أساليب الاستقطاب مبنية على أساس إذا أنت مو معانا أنت ضده، صحيح. فهو يريد أن يبتعد ويقع في هذا الوسط الرمادي، ينتظر الفرصة المناسبة بأن يجد هذا التنظيم اللي يعني ليشعر فيه انه يعكس اماله وطموحاته. هذه محاوله من تجمع من مسار انه يستقطب هؤلاء الناس وهذه المجموعات او المجاميع في اطار هذا التنظيم. وهذا هذه ترى تحدي، لان ترى الناس وعدد كبير من الناس، وهذا ما الومهم، كفروا بالعمل التنظيمي والعمل السياسي، ما عندهم هذا الايمان. وكل واحد يقول والله كل تنظيم يا لانه يا بحق مصالح معينة مو يا بمصلحة العامة، وهذا شعور سائد من فترة طويلة، صحيح. بسبب أن هذه التنظيمات مع الأسف أثبتت فشلها، وما كنا نعتقد أن هذه التنظيمات السياسية جاءت للمصلحة العامة وخدمة الشعب الكويتي، في النهاية صبت كلها في خدمة نخبة في داخل هذا التنظيم. زين، ومن وحطوا فلترة على طريق الانضمام، صحيح. لهذا التنظيم من يكون قريب منهم مو بالتوجه الفكري، قريب منهم عبر الولاء والطاعة، زين، الشخصية هذا شخص احنا نفلتره ونيبل لنا، لكن هذا شخص ثاني والله لو اتفق وياه فكريا وسياسيا ويحمل نفس ارائي لكن ما بي، لان هذا شخص ولا امولي شخصي او ان هذا الشخص يعارضني انا شخصيا او كذي. هذه تنظيمات مع الاسف الشديد اثبتت فشلها وانحصرت عنها قواعدها الان. صحيح. الكلمة الأخيرة وياك دكتور أحمد في هذا الساعة الجديد. والله نتمنى إن شاء الله أن وضع البلد يتحسن. آمين. وصحيح عندي ملاحظات على هذه الحكومة بلا شك، لكن يعني نضع
أضع يدي في يده، وأتمنى الكل يضع إيده في يد هذه الحكومة، لأن في النهاية سوف تشتغل لمصلحة البلد، ونتمنى أنها فعلا تعمل لمصلحة البلد، وأتمنى أنها تحقق إنجاز، وأتمنى أن تقدم شيء للمواطن الكويتي، وأتمنى كذلك مجلس الأمة يمارس دور التشريع والرقابة بشكل صحيح، ويفعل أدوات الدستورية بطريقة مسؤولة طبعا، مو بطريقة غير مسؤولة، ويصير في فعلا توافق حكومي مع السلطة التشريعية ومع المجلس من أجل تحقيق المصلحة العامة. سؤالي اللي حصل في فرنسا، بعض الخبراء كان يتوقع أنها حتحصل حاجة عملية إرهابية داخل فرنسا وبعض الدول الأوروبية، فتم تكرارها في فرنسا، ماذا حصل في فرنسا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والحادث اللي حصل الإرهابي في فرنسا لا رغم بشعته وضخامته بالنسبة للخسائر اللي حصلت والوحشية اللي مورس بيها بوسط الإرهابيين في داعش وتنوع الوسائل اللي استخدموها في أنهم عملوا 6 ضربات في وقت واحد صح ضد المدنيين وكان بينهم رئيس الجمهورية، فده لا يختلف عن الأساليب اللي اتبعوها أخيرا في الهجمات الوحشية اللي قاموا بيها في المساجد عندكم في الكويت في صح. السعودية طيارة في مصر إلى آخره. هم بيبلغوا رسالة احنا موجودين وحننفذ اهدافنا ودولة الخلافة حتقوم، فلا يخرج عن هذا السياق رغم بشاعته والآخر. لما لابد ان ننظر ليه في ضوء اعتبارات معينة، الكلام كتير جدا عن الحل السياسي في المنطقة، ولقيت قبل لقيت كيري مجتمع مع وزير خارجية فرنسا والحل السلمي واحنا مهتمين بالحل السلمي ولا بد ان نجتمع 25 دولة تجتمع لحل مشكلة سوريا والآخر. انا بمنتهى الصراحة لا اجد افق لحل السلمي لمشكلة سوريا قبل 10 سنين قبل 10 سنوات وهقول ليه. اولا وطئة الخسائر اللي حدثت في سوريا بشرية ومادية طوال 4 سنين اللي ماتوا تركت أثار مادية ونفسية كثيرة جدا على الشعب السوري والجيش السوري. عندك حوالي 1 مليون ما بين قتيل ومصاب، عندك أكثر من 2 مليون مهاجر، المؤسسات الرسمية وغير رسمية للدولة تفسخت، واخد بالك معايا، ضاعت سوريا. فإذا حجم الخسائر غير اللي تهجر وهو الآخر، حجم الخسائر ده سيترك آثار مادية ونفسية طويلة عشان ترجع سوريا للوضع اللي احنا كنا شايفينه قبل كده. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي حصل في تكريس لتقسيم سوريا فعلا. النهاردة فعلا سوريا مقسمة وعلى أرض الواقع مقسمة على أرض الواقع. الأكراد واخدين الجزء الشمالي منها اللي محاذي لتركيا وبدأوا فعلا يستفيدوا من تجربة الأكراد بتوع العراق وينتهزوا الفرصة، مش عايزين نضيع فرصة ونقيم دولة دويلة الكردية اللي في شمال صارت على أرض الواقع. أرض الواقع موجودة. النصرة واخد الجزء الشرقي لجبهة النصر الجزء الشرقي من سوريا هتفرط فيها. الجيش نقول داعش استولت على الجزء الغربي الكامل من شمال حلب، واخد بالك، لغايه حدود بتاع تركيا كوباني هتتنزل عنها. إذن قوة اللي موجوده ناهيك بقى عن الموضوع النظام السوري والعلويين والقوات الروسية اللي أنشأت 3 قواعد عسكرية في شرق المتوسط لأول مرة في تاريخ سوريا ردا على موضوع أوكرانيا واستغلال لمؤاخذة يعني
جهل وسطحية الرئيس الأمريكي في العلاج مع مشكلات قبل كده زي مشكلة أوكرانيا استفادوا منها وفرضوا منطقة القرم سيطرتهم عليها ولم تستطع الأمريكا ولا الغرب أن تتدخل. أيضا المشكلة بتاعت السلاح الكيماوي هدد أوباما بإيه بأن أحرك الأساطيل وهو الآخر وفي الآخر تراجع. بوتين مش جاهل, بوتين درس نفسية أوباما وعرف أنه غير صاحب قرار وأنه لا يستطيع الحرب واستغل هذا الموقف في توسيع الإمبراطورية الروسية لأنه يجي النهاردة ويقيم قواعد بها حوالي 50 طائرة من أحدث الطائرات صحيح. دفاع جوي بنية أساسية بحرية وبرية وجوية في اللاذقية وفي طرطوش. أنا عندي سؤال للأستاذ لواء حسام. أمريكا بتضرب الدواعش, التحالف العربي بيضرب الدواعش, روسيا بتضرب الدواعش, فرنسا بتضرب الدواعش, ايه الدواعش دول اللي كل الطيران احدث ترسانة الطيران عالمي مش قادر على الدواعش, وفرنسا اعلنت الحرب على الدواعش وارسلت طياراتها تضرب الدواعش. حتى في قناة اخبارية عالمي قالوا دي اماكن فاضية. هل من المعقول هالاقمار الصناعية مش حتشوف تحركات داعش امتدادها من الرقة الى العراق مش قادرة تبيد الدواعش؟ أنا مش فاهمها لا عسكريا, أنت توضح لي النقطة دي. هرد لك على الجواب ده بعد ما أكمل بس. تفضل خد راحتك. الثلاث نقاط. أنا قلت شدة الخسائر. نعم. هتصعب عملية الحل السياسي. التقسيم الواقعي اللي حصل في الأرض. زيادة تورط الأطراف المختلفة في الحرب. جنرال الوقت أو عامل الوقت بيفرض عليهم إن كل شوية التانية يتخذوا قرارات خاطئة تحت ضغط الوقت. أصبحت القرارات النهاردة بتاعتهم خاطئة وبعدين تورطت كلها, إيران متورطة, حزب الله متورط, روسيا متورطة, تركيا متورطة, الأكراد متورطين, أمريكا عايزة تستغل الموقف. كسر التورط الأطراف ومحاولة أنهم يخرجوا من هذا المستنقع مش عارفين فبيتخذوا قرارات صريحة. دي الحاجة تانية. السبب الرابع في لما قلت لك ولا 10 سنين لما نحل, صعوبة إرضاء كل هؤلاء الأطراف, صعوبة إنك ترضي الأكراد, صعوبة إنك ترضي تركيا, الأتراك على حساب تركيا وعارفين الحساسية ما بين الاثنين, صعوبة إنك أنت النهاردة أمريكا توافق على قاعدة في شرق المتوسط قدام الأسطول السادس, صعوبة إنك أنت تدفع جبهة الناصر إنها تتنزل عن أراضيها, صعوبة إن الجيش الحر يوافق على اللي بيحصل النهاردة في جنوب وشمال ووسط سوريا, صعوبة إرضاء كل هؤلاء الأطراف. آخر حاجة أتكلم فيها اللي هي إجابة على سؤالك وهو إغفال حقيقة داعش. داعش قوتها ما بين 20 إلى 30 ألف مقاتل كويس, بتبيع بترول النهاردة بتاع الرقة وفي العراق أيضا بما يساوي 50 مليون دولار شهريا, بتجيلها إمدادات بالأفراد عبر تركيا من أوروبا, ولغاية دلوقتي تركيا لم تمنع تصدير الأفراد بل بتشتري البترول من داعش, وبشار الأسد بيشتري البترول من داعش. مش عايز أضيع وقت أقول لك الأرقام بتاعت البترول اللي بيتباع من داعش رغم الضربات. بوتين قال لهم أنتوا ضربتوا للغرب عملتوا 7000 طلعة جوية مش كده؟ كانت النتيجة إيه؟ داعش تتوسع صح. طب ليه؟ مش ده سؤالك؟ أنا سؤالي ليه؟ ليه؟ كل ما ضربوهم توسعوا ليه؟ ليه؟ لأنهم بيخدم أهداف الاستراتيجية الأمريكية اللي أحد أبعادها الخريطة اللي قدامك دي. دعني أوضح الأمر. يا ليت. أمريكا باختصار شديد هي وتركيا, تركيا بتعالج المقاتلين بتوع داعش عندها في أرضها. في استراتيجية كونية, أمريكا ما بتلعبش لعب أي كلام يعني. من مصلحة أمريكا الاستمرار في هذه الحرب وحقول ليه. أمريكا لها هدف وهو هدف أمريكا وروسيا القوة العظمى دي بتخطط لبعيد ما بتخططش المرحلة العالية,
بتخطط للحرب الكونية الثالثة العظمى ولتحقيق هدف النظام العالمي الجديد التي تقف أمريكا على قمته. ده الهدف، مش هتحاربنا احنا، إنما العدو الرئيسي بتاعها مين؟ روسيا والصين. وتدرك تماما أن هناك حرب كونية ستكون بين الاثنين وبتستعد لها. وأحد عوامل اللي بتعتمد عليها في انتصار في هذه الحرب الهيمنة على هذه المنطقة، الهيمنة على هذه المنطقة. يبقى ده الهدف، أنها تهيمن على هذه المنطقة. خلاص عرفنا الهدف؟ طيب ما هي الخطة؟ هدف له خطة. كشف عنها كيسنجر لما قال تعريب الصراع العربي الإسرائيلي ليكون عربي عربي، بمعنى تفتيت الوطن العربي على أسس عرقية وطائفية ومذهبية وسياسية، وجعلوا هؤلاء الفرقاء يتصارعوا لغاية ما الكل يهمد والكل ينهار، وتبقى قوة ضعيفة منتصرة هي اللي تحتاج لأمريكا بعد كده. في يبقى الخطة لتنفيذ هذا الهدف تفتيت الوطن العربي بالشكل اللي أنا اتكلمت عنه ده، ده الخطة، واخد بالك؟ وجعلهم السلام في الأسلوب. طبعا النظام العالمي الجديد كشف عنه بوش بصراحة في سنة 2003، قال احنا نقيم النظام العالمي الجديد، صح، والخطة هي. طب ايه الأسلوب؟ كشفت عنده كونداليزا رايس في 2006 أثناء حرب لبنان، لما قالت الفوضى غير الخلاقة، مش كده؟ اللي بيحصل النهاردة ايه؟ في لبنان، اللي بيحصل في ليبيا، اللي بيحصل في مصر، اللي بيحصل في سوريا، في اليمن، مش دي الفوضى اللي نفذتها اللي كشفت عنها كونداليزا رايس؟ طب ايه الوسائل؟ انا كلمت عن هدف، وكلمت عن خطة تقسيم، وكلمت عن اسلوب كشفوا عنه. نشوف الوسائل. بدأت بخطة ألف، اللي هم بقى المجموعات اللي تربوا في فريدم هاوس، وتربوا في أوتبور في صربيا، وتربوا في أكاديمية التغيير في لندن، ثم بعد كده في الدوحة، واتصرف عليهم $50 مليون زي ما اعترفت سفيرة أمريكا في مصر سكوبي، وقالت احنا صرفنا على 6 إبريل 50 مليون دولار. نجحت؟ لا. عمت الفوضى وفشلت. جابوا الخطة به، الاعتماد على الإخوان المسلمين. والاعتماد على الإخوان المسلمين، مش عايز أخش في تفاصيل العلاقات بين الجماعة دي وبين أمريكا، وراحت جاية. وطبعا تتذكر قول السيسي، قول مرسي للرئيس السيسي لما قالوا انتوا قد أمريكا، هتحاربوا أمريكا، أمريكا هتدافع عنها وهنحكم البلد 500 سنة. وتتذكر أيضا أقوال الإخوان في ربعة لما قالوا مرحبا في 7000 من المارينز هينزلوا في السويس، الله أكبر الله أكبر. فاكر هذا الكلام؟ فيش خلينا أكتر من كده، واخد بالك؟ دي الخطة به، وفشلت الخطة به. وفي عضو من الكونجرس جمهوري قال لأوباما أنت تعلم أنك صرفت $80 مليون على، أنا مش فاكر اسم الرجل، على نجاح المرسي في الانتخابات. نعم. وفشلت في 30/6 الخطة به بتاعت الإخوان، ولو أنهم اللي يزالوا بيراهنوا. نيجي للخطة دي اللي هي شغالة دلوقتي، المرتزقة والمجرمين والأفاقين والإرهابيين، واخد بالك؟ كل دول زي داعش النهاردة، ودي مثال للأمريكا. إذا قلت لك 7000 طلعة ما عملوش حاجة، ليه؟ لأنها بتنفذ الخطة جيم بتاعتهم. الجيش المصري يوميا يحارب الإرهاب، يقتل منهم بين 10 و26، ومبارح كان 26 متطرف. بيجوا منين دول؟ ده يوميا بيحارب الجيش المصري هناك. يا سيدي دي الحنفية المفتوحة من حماس في غزة، قاتلين، الأنفاق شغالة. تعرف الأنفاق دي بس عشان الناس تفهمها، على الحدود، تيجي دي الحدود بيننا وبينهم، دي هنا غزة وعندك ناحية دي مصر، فبينزل يحفر. دلوقتي خدوا مكان بقى، ما بقاش الحفر باليد، خدوا مكان ألماني بيحفروا بيه لغاية 30 متر تحت الأرض. خلاص
ويحفر نفق فوقه مش جنبه، فوقه يحفر نفق تاني على عمق 20 متر، فوقه نفق تالت على عمق 10 متر. التلاتين متر ده للعربات، عربية واحد ونص تمشي فيه، والأسلحة والمدافع والكلام ده. التاني اللي هو 20 متر ده للبضائع، اللي فوق 10 متر ده للأفراد. يبدأ ده الجسم الرئيسي للنفق، يمشي قرب الحدود يتفرع إلى أزرع. الأزرع تدخل في الأراضي المصرية تحت الأراضي المصرية وتنتهي داخل البيوت. أصبح النفق له فرع واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. النفق بينتهي بفتحة، الفتحة دي ممكن تشيل السجادة في بيت من بيوت اللي هي فتحة النفق، أو في دولاب. مرة شوفت في دولاب في مزرعة زيتون، في أي حاجة. لما بنيجي احنا نهدم النفق بنهدم فتحة النفق بس، ما بوصلش أنا لا للزراع ولا للجسم، فبيبقى الجسم النفق دي. الأنفاق دي بتورد 450 مليون دولار لحماس، ما تنساش هم منا ونحن منهم اللي أنا كلمت عنه، واخد بالك معايا؟ فأنت بتدمر ده يفتح لك ده بتدمر. فعشان كده قلنا منطقة عزلة، نص كيلو وصلت لكيلو بقت كيلو ونص، فانكشفت معظم. فدلوقتي بيدخلوا ما بيعرفوش، بيدخلوا بيكشفوا لأن المنطقة بقت مكشوفة. وكان في مشروع بتاع الترعة 14 كيلو بعمق 20 متر، ومعاه مشروع تاني ان ينزل 60 متر تحت الأرض عشان نمنع بقى 30 متر والكلام ده كله. فالحل الأمثل ايه اللي كل دول العالم بتعمله؟ الخطر اللي جاي اللي بيهدد أمنك روح اضربه ايا كان، مش ده اللي بيعملوه؟ مش قادرين نضرب، يقول لك أهالينا في غزة، بس مش قادرين نضرب علينا فرنسا. وحل انما لما حصل في ليبيا رحنا ضربناهم صح لانهم داعش، خد بالك صح. الضربه الجويه، انما الدنيا متكتفه عن مين؟ اخواننا الفلسطينيين للاسف الشديد. والامن القومي ما فيه من الامن القومي ما فيهاش اصدقاء، لا على ايدك فيها عدو يا صديق. حلو. الطائره الروسيه هل فعلا داعش كما تبنت في اعلنت ان هي اسقطت الطائره الروسيه حتى الان؟ هو يعني دمرت وفي كلام كتير في الموضوع ده، بس اسمح لي مش هقدر اتكلم فيه. حلو. إلا لما المسؤولين يتكلموا فيه. عشان تقول في تفجير حصل لازم تلاقي اثار للتفجير، يا في بني ادمين اللي قتلوا يا في جسم الطياره. لم يجد احد اي اثار لتي ام تي او ار دي اكس او من المواد المتفجره المعروفه، لا في جسم الطياره ولا في المتوفين. لما المشاهد على الرادار ايه وكلام الطيار ايه؟ قال لك فوجئنا بالطياره نزلت كده همت واتقسمت نصين. دي حاجه غير عاديه مش بالمتفجر. مش قادر اكلمك اكتر من كده، معلش اسمح لي، لان في ناس بتشتغل في الموضوع ده. تذكر في مداخله معاك على اثيرت اثرنا قضيه استخدام الجو والاعاصير، وللاسف الكثير من الاخوان الاعلاميين اخذ المقطع ده واستهزأ منه كثير. قال لك يعني يستخدم المطر ويستخدم الرياح وده سلاح، مع انه موجود في النت وقاعد نقول لهم ده سلاح جديد، واللواء حسام شرحه. انتوا يعني انا استغربت الهجوم يعني على الكلام اللي كان في المداخله. يرجعوا للكلام بتاع شفيز لما قال ان الزلزال بتاع شيلي سلاح هارت، هذا امريكا اللي عملته بسلاح النبضات الكهرومغناطيسيه. ده شفيز اللي قال الكلام ده. انا قعدت شخصيا، الكلام ده كان في سنة 2005-2006، قال لي صديق ليا الله يرحمه عميد حسام خيرت، ده رجل الصواريخ في مصر، حسام خيرت مش حسام خير الله، خد بالك من اسمه. فده صاحب مشروع الصواريخ بتاع كوندور 2 واللي بقى بدري 2000 للكربون الاسود، القضية اللي انت عارفها.
وكانت أمريكا حكمت عليه بعشرين سنة سجن. وفضل الله أبو غزالة بذل جهود لأنه يرجعه وبعدين يرفع الغطاء العقوبة عنه. فقال يا فندم هو معايا من هو ملازم أول في علماء بعد ما طلع المعاش في ناس من روسيا الكلام دي يمتى فكك الاتحاد السوفيتي فاكر ما عرفش كانت سنة يعني في الحوالي دي لما يلسن وبيبيعوا كل حاجة. فقال لي في علماء روس عايزين يبيعوا لنا أسلحة دمار شامل. طول هذا مش في شغل يا حسام إنما أنا أعرف عمر سليمان الراجل صديق ليا ودفع القبلية وأقول له الموضوع ده. فأكلمته قال لي نقعد معهم ونفهم القصة. فاجتمعنا هم كانوا اتنين مساعدين العلماء فأمر عمر سليمان إن نعمل اجتماع في مركز بحوث المخابرات العامة وجاب أكبر ثلاثة دكاترة وأساتذة في المطر الصناعي وفي الزلازل وفي البراكين مصريين وأنا وحسام خيرت ورئيس مركز البحوث والمترجم. قلنا لهم ايه صور الحدوتة فورونا صورة جهاز هو تورونا صور مش مورونا الأجهزة صور ثلاث أجهزة. الجهاز الأول قال اتحط في سفينة الكلام معايا أنا بقى شخصيا قلنا قالت عمر سليمان والشهود الدكاترة الموجودين كانوا موجودين نحطه على سفينة نولد موجات كهرومغناطيسية تحرك الموجات بتاعت البحر تغرق المينا وتغرق البلد اللي فيها زلمين. ده الجهاز رقم واحد. الجهاز رقم اتنين كان عن ازاي يفكك انت عارف الكرة الارضية فيها عبارة غطاء الكرة الارضية صفائح تكتونية واخبالك صفائح اربعة ازاي يحرك هذه الصفائح التكتونية بحيث تعمل زلازل ستة بيسموها ستة ايه قوة بتتزلزل بحيث تهدم كل المنشآت اللي فوق. واذا توصلت لانك فتحت ثغرة في هذه الصفائح والقيت قنبلة نيوترونية تعمل لك براكين لأول لانك وصلت لطبقة الصهير اللي بطن الارض 80 كيلو 90 كيلو. ده الجهاز الثاني ورونا صورته. الجهاز الثالث اللي هو المطر الصناعي قال لك ممكن نحرك السحب ودي حصلت ايام الاولمبياد تتذكر قال لك السماء صافيه ومش عارف ايه بتاع تحريك السحب بحيث ممكن يغرق لك بلد بالامطار وممكن ينزلك امطار تفيدك في الزراعه وممكن يمنع الامطار عن منطقه بحيث يجالها صحراء جرداء ما 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 يزرعش فيها حاجة. دول التلات أجهزة اللي وروا لنا الصورة. فقلنا لعمر سليمان هذه القصة وعايزين فلوس طبعا. قال راح للرئيس مبارك قال ما عندناش فلوس لهذا الموضوع أو راحوا لمين للقذافي في هذا التوقيت. ما عرفش بقى اللي تم بينه وبين القذافي إنما هذه القصة أنا عصرتها بنفسي من الروس. ولو نبحث شوية في الكلام بتاع الموجات الكهرومغناطيسية يعني ايه في شهر واحد تقع الرافعة بتاعت منى بتاعت الحرم ثم تقع الرافعة بتاعت طهران ثم تقع الرافعة بتاعت تل أبيب في أقل من شهر. مصطفى أعزائي المشاهدين طبيعة الحلقة اليوم يوجه إخواني السياسيين أسئلتهم مباشرة إلى الأستاذ المهندس عادل يرى الأخرافي للإجابة عليها لما في أسئلة اللي عندهم راح يجاوب عليها بمساعد. نبدأ شيء مع الأخ عادل. لا أكبرنا سن كبير السن العادة 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 أول سؤال خلنا نبتدي مع الأستاذ عادل.
طيب احنا على اساس ان بنتكلم بعدة مواضيع بس عدة مواضيع هو ايه؟ طبيعي راح نوجه سؤال ابو مساعد ايه؟ يجاوب عليه ايه؟ ويوجهون اسئلتهم باقي دائما يقولون في وبالتعليق في سؤال هو الفرشه الفرشه احنا اليوم وبعدين ايه؟ انت راح تبتدي في التعليق طيب. بعد تفضل احنا بنسال ابو مساعد اليوم انه الوضع الاقليمي في المنطقه ملتهب خلنا نبدا الحلقه من الاحداث الاخيره في مجلس الامه أبي أسألك تحديداً ومباشرة عن موقفك من انسحاب النواب التسعة من مجلس الأمة خلني أبدأ بهذه وبعدين نتكلم عن بقية المواضيع الحمد لله بسم الله والحمد لله طبعاً أول شيء يعني أنا يمكن لعبت كرة بالسكة يلعبون رباعيات وسداسيات أول مرة أشوف ولد الملة يسوي 3-1 يعني هذه معلش وياك أنا مشكلة أنا دائما طفرة ولد الفيحة فما علي عيال الفيحة طول عمرهم نجروي الشامية يعني ما في مشكلة شوف طويل العمر يؤسفني أن يصنف 9 في المجلس بالطريقة اللي صارت غير مقبولة في رأيي عمل غير موفق لو تأخذهم كأشخاص هم طاقات وأمكانيات وثقافات وفكر مختلف اجتمعوا خليني أقول بالضبط 7 لأن 2 كانوا مسافرين لعمل نوع من التحرك السياسي الذي يحدث في كثير من البرلمانات يعني تبه أو الممارسات الديمقراطية يعني في المجلس البلدي معانا الأخ ماجد موسى انسحبوا 9 من المجلس البلدي عشان لا يقرن قانون معين يبخس من حق المجلس البلدي فهذه الممارسة موجودة بس الممارسة اللي في مجلس الأمة في رأيي الشخصي أنت قلت لي تبي رأيي صح ولا لا أكيد بلا شك رأيي الشخصي عمل غير موفق ليه وغير مقبول ليه و يعني كنت أتوقع يبينون وجهة نظرهم بطريقة أفضل من اللي صارت مو كنا إجابة دبلوماسية جدا أقول لك أنا رأيي أني ماني وياهم ماني متفق لا قلت لك قاعد أقول له غير موفق يعني تبيني لازم أقول مو زين لا يعني إحنا اليوم بمساعد كل اللي صار في الكويت على مدى السنوات الماضية وآلية التصويت اللي هي المرسوم بالضرورة الصوت الواحد كانت لأجل إلغاء بين قوسين كل أشكال التفرقة والتمييز في هذا المجتمع اليوم لقينا أنه بالعكس الفئوية والطبقية وكذلك الطائفية أو المذهبية هذه موجودة وأكبر دليل عليها أنه ما حدث حتى في تصريح الأخوة النواب الأفاضل اللي ضد التسعة كان تصريح يقرأ على تصريح على أن تصريح طائفي لا هو بأنه هو شيعة هو خلينا نتكلم ايه نسميه ما نقول النواة مقاطعة التسعة ايه هي لها جانب بتأجيج الطائفية عشان كذي أقول لك هذا يعني هدفهم تأجيج الطائفية لا أنا هدفهم بين ربهم أنا أتكلم عن وجهة نظري أنا قلت لك غير موفق ليش لأن الدمجز والسلبيات اللي تنتج اللي هم وهم يقصدونها أو يقصدونها ضرت المجتمع في البداية أنا أبي أطرح عليك أخوي عادل أهم سؤال بالنسبة لي أنا وبعدين نتفرع بالقضايا الشائكة الأخرى في أي عملية إصلاح اقتصادي وأنا دائما أردد أن أي عملية إصلاح اقتصادي هي عملية إصلاح شاملة إصلاح سياسي اجتماعي تعليمي اقتصادي إلى آخره لكن يأتي في أولوية أي إصلاح قضية إصلاح التعليم وتطويره وعلينا الآن أن نبدأ بالانتقال لأن غيرنا سبقنا بالانتقال إلى التعليم التكنولوجي المعرفي لأن هذا المستقبل وأنا عندي إحساس أن قضية التطوير والإصلاح التعليمي قضية ليست بأولوية وقاعدة تأخذ أو تتأخر سنوات طويلة ولا نزال إحنا نتكلم نعدل المناهج ما نعدل المناهج ندخل الفلاش نجيب الآيباد نجيب التابلت ولا نزال على وسائل وطرق التعليم القديمة التي تستخدم الطباشير واللوحة وما عندي مانع بس طور أساليب فمتى تكون
عملية تطوير وإصلاح التعليم أولى الأولويات في المجلس والحكومة؟ طبعا مع التقدير اللي تكلمت فيه في كل اللي بالأول هذا مو شغلي، آخر ثلاث كلمات هي شغلي. أنت تتكلم عن المجلس، أنت تنتقد العمل التعليمي ككل، وزارة التربية، جامعة الكويت، المؤسسات العلمية بتوجه فكري قاعد تتكلم فيه، هذا أنا ما أقدر أقوله غير أني أواجه فيه. بس أنا أقول لك عن المجلس أو أداء المجلس بهذا الجانب. من محاسن الصدف ويانا اثنين في المجلس دكاترة الجامعة ومعلمين، وهم أيضا أعتقد في اللجنة التعليمية، وأعتقد واحد فيهم رئيسها دكتور عود رويعي ودكتور خليل أبول، ويعني عاملين فوكسنج على الكلام اللي قلته، ويحاولون طبعا شنو دور النائب، يقدم اقتراحات، يحاسب بالأسئلة ويرفعها إلى الاستجواب إذا وجد القصور. أيضا الأستاذ أيضا هو معلم فاضل حمود الحمدان أيضا أعتقد معاهم، وأيضا الدكتور عبد الجيران أيضا هو دكتور ومعلم وأيضا أعتقد معهم. فمع عندنا من المؤهلين علميا في نطاق التعليم ودوره. المجلس لو تذكر في بدايته قال ما هي الأولويات، فطلع الإسكان وطلع الصحة وطلع التعليم، هم أعتقد ستة هم اللي ماخذين المرتبة الأولى في استبيان خاص للمجلس، وابتدى يركز على أول واحدة اللي هي شنهي الإسكان، واللي استطاع أن يصل إلى 12 ألف وحدة اللي وعد فيها، رغم أني أنا عندي ملاحظات شخصية لأني تعرف أنا مهندس وأعرف هذا. وأيضا هناك حراك في موضوع التعليم ودور التعليم، ويمكن سمعته في الآونة الأخيرة هدد وزير التعليم بأن يطلع على المنصة إذا لم يشعروا بتطور التعليم، والانتقاد كان واضح في الجلسة وعلني، وهذا حدود البرلمان. الانتقاد موجود ولا زال دون الطموح. وفي آخر جلسة يمكن كانت برئاستي بالصدفة، وكان رئيس المجلس في توديع سمو الأمير الله يسلمه، قدم دكتور خليل أبول اقتراح على المدارس الخاصة بعدم رفع الرسوم. فالجانب الخاص في المدارس والتعليم لا اهتمامه في المجلس، بس قد لا يكون بمستوى الطموح ممكن، بس ما أقدر أجاوبك إن ديتيلز ما يوجد في اللجنة، بس أعي تماما من هم متمثلين. وما يسعدني في المجلس أن اللجنة فيها متخصصين، يعني كل المتخصصين دشوا، ماكو سياسيا سقط. يعني مثلا لما تيجي تقول اللجنة الصحية دكتور يسقط طبيب، مو صحيح، يعني كويس أن يكون داخل اللجنة. فأنا أعتقد أنهم موجودين بروفيشنال وكانوا موجودين. كان أنا بس النقطة الوحيدة اللي أحب أنوه لها، وهذه يمكن اللي أختلف فيها معك، طبعا السؤال المطروح على دور المجلس وليس لك أنت شخصيا، ومفهوم تماما أن من يقدم برامج تطوير التعليم هي وزارة التربية، لكن كل ما تفضلت فيه يدل على الدور الهام للمجلس في دفع قضايا التطوير والإصلاح في شتى المجالات. ويجب أن تتحول القضية التعليم الآن بعد الحلول التي طرحت في القضية الإسكانية، أن آن الأوان أن يقفز إلى أولى أولويات المجلس، وأنا هذا إحساسي، لأن الوقت مو في صالحنا، والتطور المعرفي والتكنولوجيا معناته الفجوة بيننا وبين الآخرين ستزداد إذا لم نتدارك. أبي أقاطعك، أمس وقبل أمس طلع خبر قال ستوقف البعثات، نوع من الترشيد أعتقد قريتوه في الصحافة، ستوقف البعثات وتم نفيه، ما أدري، بس أنا أقول لك الخبر أول ما طلع. تم نفيه. أنا أول ما طلع هذا الخبر ما أبالغ لك يمكن أكثر من سبع نواب تقابلنا في ردهات المجلس على السريع راح ياخذون موقف، يعني يقول لك يبا احنا نرشد في كل شيء الا في طاقتنا البشريه وتاهيلها. فهذا يدل اهتمام النواب في الموضوع. انا ما اتكلم عن شخصي، اتكلم عن كل المجلس. سمعنا تصريح رئيس مجلس الامه قال اني تشاورت مع رئيس الوزراء وهناك
يعني الحكومة لن تقدم برفع أي أسعار إلا بعد الرجوع إلى المجلس. قلت لك هذا التعاون. أي نعم. ثم تصريحات بعدها بأن الكويت مقبلة على شد الحزام وهناك لابد فرض الضريبة إلى آخره، فصار هناك متناقضين بتصريح رئيس مسمى وما نشاهده أو ما نسمعه في الجرائد الرسمية. احنا تكلمنا الان، قلت الان الحكومه يعني انتم في هناك بعض القوانين اللي ممكن تتخذها او بعض الحكومه تقدر تستاخذ القرار وترفع مثل مشتقات البترول بدون الرجوع الى لا هي حقها، بس هي راح ترجع للمجلس، هي حقها هي بالنظام والقانون والدستور. هذا جانب شركات نفطيه فيها ميزانيات مستقله حقها، بس الكهرباء ما تقدر تجيسها لما ترجع المجلس كشرائح. لا ما تقدر تغير تشيل الدعوم عن أمور خاصة في الحكومة إلا بالعودة للمجلس. في أمور حسب اللائحة والنظام لازم ترجع للمجلس، وفي أمور اختصاص السلطة التنفيذية. ممكن أعرفهم بس شنو؟ أنا ما أقدر أقول كلهم، بس أعرف منهم البنزين هو اختصاص الحكومة، هو ما يقدر إنه ما يرجع لنا. بس قلت لك للتعاون، الكلام اللي قلته عن مرزوق الغانم صحيح، صار الاتصال مع رئيس الحكومة وقال لن نأخذ إجراء لما نجلس مع المجلس، وصارت التصريحات لم تأخذ إجراء. تصريح مرزوق بنفس الوقت قال إذا كان هناك عجز في الميزانية، وناقض التصريح يعني مهدنا وبنرد، قال إذا كان هناك سوف نناقش موضوع الاقتصاد أو الدعومات مع الحكومة، لكن لن نسكت، أو بمعنى صار ما رح نسكت إذا كان هناك تحتاج الحكومة إلى بعض الأمور لمساندتها. يعني معنى ذلك إذا كان، فلنفترض الآن الحكومة قالت إن هذه رفع الدعومات، نفترض الآن قالت هذا رفع الدعومات هو من أسباب تعديل أو استعدال أو تكون الميزانية تعدلت. زيد لو هذا الموضوع طرح الآن عليك وقال لك إحنا لابد أن نرفع هذه الدعومات لموضوع الاقتصادي للدولة مفيد لنا، هل راح يوافق المجلس على ذلك؟ أنت قاعد تبني فرضية بوجهة نظرك صحيح؟ لا أنا أتكلم عن كلام مرزوق هني وكلامه هني. خل أعطيك فرضية أخرى أيضا ممكن تصير، يمكن تجيك الحكومة وتقنعك في هذا الكلام، تحط لك أرقام وتقول لك هذه يباجي قدامك، خذ القرار أنت. إيه بس أنت قلتها أبو مساعد بأنه وزير المالية طلب منك أنه والله يطفوا الليتات المجلس، وتكلمت أعتقد ذاك اليوم في الجلسة. هاي دعابة. أوكي على عيني. بس إنه ايضا اعتقد ان انت اعلامي، ترى لما نسوي هالدعابات ما ننشر الفكر. ما عندك مشكله، انا بس خلنا اقول لك انه انت ايضا رجل جس نبض الشارع، وشفت ان الواتساب يمكن كان عندك بينفجر من كميه الناس اللي ليش تمسون جيبي بالكويتي، انا ليش المواطن، ليش ما تروح الى اماكن اخرى؟ أنا وانت تكلمت عنه. انا حضرت، انا كلامي واضح يعني اقدر اعيد لكم، بس لكن انا حضرت لما شكلنا بمكتب المجلس بتشرفت بمقابلة حضرة صاحب السمو، والنفط بعد ما وصل للسعر هذا يعني كان شوية أفضل. فقال يا أبنائي إحنا رايحين لمنطقة المؤشر الأحمر الخطر جاي، فنحتاج إلى مراجعة كل أمور الدعم، ولكن لا نمس ذو الدخل البسيط والمتوسط. هذا كلامه، هذا كلام صاحب السمو حتى بالنطق. فأنا ما أعتقد أن عندي مشكلة أني أسند على هذا الكلام، صح ولا لا؟ ومو بروحي حاضر، سبعة حاضرين. أنا اللي أقول لك إياه لما تقول لي راح حق جيب المواطن، لا أنا أقدر أعطيك مثال فضل. ما ودي أقط أوراقي الحين. لا قط، خلنا بنكشف. نبي نعرف الأوراق، قط الأوراق. إحنا في ندوة سياسية ترى. ماشي. واقتصادية. واقتصادية. المشكلة إني أنا اللي بدافع عن قولي وأنا اللي بحط قول، ما يصير يعني. قلت لك 3-1، بس يلا ماشي. الميزانية 5 أبواب. يمكن تقدر تستوعبها وياي. الباب الأول هو الرواتب فقط. صحيح. لو اعتبرنا الترشيد خلى هذولا كلهم صفر. عندك عجز ولا لا؟ افتراضية. عجز فعلي ولا دفتري؟ فعلي. موجود عجز. لو لغيت كل هذا عندك عجز فعلي في الباب الأول. شفت الرقم شلون يعور؟ طيب إذا معناته نحن ليس في خطأ. كم الترشيد الدعومات في عز النفط اللي هو 120 ثلاثة 7 مليار 6 مليار 6 مليار ثلاثة منها مليار هي الكهرباء 6 مليار خلنا نقول رفلي 7. لو جيت حق الميزانية 19 مليار شلت منها 7،
13 مليار بقى، يعني لو خليتها صفر هل عندك عجز ولا لا؟ الإيرادات قالوا 9 أو 7، فستيل أنت عندك عجز ب 30 إلى 35%. فإذا عشان كذي هناك شيء، وأنا قلته في المجلس، هناك عمل أكاديميك لناس متخصصين بالتعامل مع هذه الميزانيات. إحنا عندنا أسلوب أهل الكويت، عندنا مدخرات كبيرة وفرناها ب 12 سنة، بس إحنا ما نطلع منها بسهولة، اللي منها احتياطي الأجيال، وتعرف أكو ناس الآن تطرح أكو ثقافة فنية في التعامل مع الاقتصاد. لا تصرف، خذ سندات، خذ دين، اعمل دين أفضل من أنك تصرف. أكو تكنيكلي بليز أنك تعملهم. فأنت في أزمة حقيقية إذا الباب الأول متأثر، هل راح تتوقف عن الرواتب؟ هل تتوقف عن المشاريع؟ هل تتوقف عن الخدمات الصحية؟ عندك أزمة. زين، خليني أقاطعك هنا أخوي عادل. إحنا مشكلتنا مو في انخفاض الدخول ولا ارتفاع الدخول، ولا إحنا مشكلتنا في سوء الإدارة والتخطيط والهدر المالي. أبا أقرأك شوي، عجبتني كلمة أنت قلتها قبل فترة وأنا قلت حق أبو راشد، قلت إذا لم يستطيعوا القائمين الآن على النجاح وسعر النفط 120 شلون بيجحوا بالأزمة؟ أنا عجبتني صراحة تقريرتك هذه. تمام. وعلى هذا الأساس لو كانت الإدارة جيدة لما تحدثنا عن عجز اليوم. صح، هذه واحدة. الهدر يغطي العجز. مصادر تنويع الدخل الداخلي لو تفرض بعض الشغلات تغطي العجز بكبره. على سبيل المثال وبعجالة، فلسين للمواطن لأصحاب المجمعات، فلسين على أي أساس؟ وأصحاب القسائم الصناعية قسائم شوي، لا الصناعية فلس. إنزين، القسائم شويخ بالسنة الحين مع التعديل كم؟ 24 دينار بالسنة، ويأجرونها بالملايين. هذا بروحه يسد العجز بكبره. أنا ما يخوفني انخفض الدخل ولا ما، لكن سوء التخطيط هو اللي يخوف. تنويع مصادر الدخل صار لنا 40 سنة أخوي عادل وحن تكلم، وين مصادر تنويع الدخل؟ ما عدا الاستثمارات الخارجية. خلني أنتقدك شوية قبل من الانتقاد، أنت قطيتها شويخ وغير شويخ. تعرف من أخطاء الاقتصاد في الكويت سوى حق المصانع فلس، ماشي اصبر. صحيح. كم مصنع سكر؟ وايد عدد كبير. الأمن الصناعي بالكويت انتهى على الرغم من محاولة الدعم. تدري ليش انتهى؟ لأن أنت قاعد تسهل له هني، وداخل الحكومة في مناقصاتها، لأن هي السوق المستهلك. صح ولا لا؟ ما قاعد تعطي. أنا بعطيك اكزاكتلي عمل لما كنت أنا أشتغل في أحد المصانع اللي عمرها 50 سنة، الصناعات الثقيلة، ها الصناعات اللي يعني باكر إذا صار ماكو نفط في الكويت هي لازم تدخل فلوس حق الكويت. تعرف مع شركة النفط دخلوا الهندي ب90 مليون والكويتي 50 مليون، ومطلوب من الكويتي يعين كويتيين ويستعمل بنوك كويتية ويدفع رسوم 2% مالت الربح، عرفت؟ صح، ياخذ الكهرباء فلس. ايش سوت الحكومة الهندية؟ حاسبت المصنع بالعملة الهندية وخذت منه العملة الصعبة وطلعت 90 مليون دينار من الكويت. يلا اذا شفت هاللي ما انت رغم انك معطيه الفلس بس معطيه غلط، معطيه بالأخير سكر. الأمن الصناعي يا ناس ترى ينتهي. في سؤال بدون عم أحمد السعدون، إيه؟ يقول لك صراحة الحكومة في 2006. يبقى لا تحاسبوني على الحكومة، أنا حاسب الحكومة. الحين أنا إيه؟ أخذها هذه كرسالة، حاسب أنت بعدين فيها. أنا بعدين في وهم يعني بعدهم سؤال من المحامي راح أسألك. في 2006 صرحت إن نهاية خطة التنمية في 2035 سيكون هناك عجزا. في سنة 2035 راح يكون هناك عجز حقيقي. الحكومة طال عمرك هذا تصريحها في 2006 ما كان سعر البرميل 107. يعني معناتها مشكلة عندها كان الارتفاع أو دخول البرميل ما كان وعاق بالنسبة. يعني بنفس الوقت صرحت في 2006 أن في 2035 راح يكون عندها هناك عجز. الآن هي الحكومة تصرح في 2016 أنها في عجز. سيد هذا أليس هذا تناقض؟ لا لا. بين 2006
تقول انا في 35 يصير عندي عجز، في 2035 انا مو في راح يصير في انا مو في موقف، انا بصلح لك اخوي علي، انا مو في موقف الدفاع عن الحكومه. في 2007 يعرف اقتصادي في اكسبكتيشنز، الاكسبكتيشن واحده منها نزول النفط، بس الاكسبكتيشن اللي معطيه اياه في علم الاحتمالات هو تضخم الباب الاول، تذكرون؟ صحيح صحيح. فهذه معطيات واضحه، لا تروح حق يعني التوقعات المبنيه على ارقام، يعني هو ما يقدر يحدد سعر النفط، بس هو عنده تضخم في ابواب معينه. ميزانيتنا وين؟ كنا اعتقد 11 مليار، صرنا 13 مليار، صرنا فيبين الكيرف يعني هو هو رسم اقتصادي. عشان كذي اقول لك هو بروفيشنال ورك، الاقتصاد بروفيشنال ورك. يعني انا واحد من الناس ترى اطرح الان بتشكيل حكومه ازمه، حكومه ازمه، حكومه ازمه، نحن نمر في ازمه الحاليه. الحين لو يصير حرب في الدول، بعض الدول يعني تسوي مجلس الوزراء كله من قيادات عسكريه، يعني مهندس عسكري، طبيب عسكري، البيس ماله ازمه. نحن الان في ازمه اقتصاديه، اتمنى ان يكون هناك حكومه ازمه، او على الاقل فريق ازمه. فريق الازمه هذا ينبثق من مجلس الوزراء، بس يكون ذو ثقافه عاليه من الناحيه الاقتصاديه، مو كلنا نواخذه وكلنا نعرف كل شيء، ما يصير، مستحيل. اللي يقول لك انا اعرف كل شيء هذا غلط، لان هذا عمل بروفيشنال. طيب انت طالما ذكرت هذه النقطه، ولتكن النقطه اللي تفضلت فيها هي اللي راح ابني عليها سؤالي التالي. الحكومه ذكرت ومن فتره على لسان الاخت الفاضله وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل ان نسبه الانجاز من خطه التنميه بلغت 80%، ثم تم تعديل هذا التصريح ان ما كان المقصود به هو الصرف على المشاريع في ذلك التنمية، بمعنى أنها ليست إنجاز وتحقيق أهداف بقدر ما هي مسألة إنفاق. السؤال اللي يجرني، هل لدى المجلس أو هناك من يقترح وسائل قياس للإنجاز وتحقيق الأهداف، ليس مجرد الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وغيرها، هل هناك وسائل قياس علمية مهنية يمكن قياس تحقيق الإنجاز إلى أن تصل إلى الهدف مطروحة في مجلس الأمة لدى مثلا اللجنة المالية أو لجنة الميزانيات؟ في مركز البحوث يعطيك إحصائيات، بس نادر البرلمان يعتمد عليها، نادر بتاريخه كلها. لا أنا ما أتكلم عن وسائل قياس أخوي عادل، أنك شلون تقيس وأنت تمشي أن هذا قاعد يايك. خليني أكمل لك. عندها وسائل قياس بناء على معطيات دولية، بناء على بعض الأرقام، بناء على بعض السيرفيات اللي يسوونها في مواقع معينة، بعض هذا موجود في مركز البحوث في داخل مجلس الأمة. ولكن قاعد أقول لك، يمكن أنا واحد من قلائل اللي في بداية حياتي البرلمانية أقضي أغلب وقتي داخل هذا المركز عشان أفهم شلون الناحية العلمية في القضايا. ولكن هناك نظام في الكويت، وهي الخطط التي تقدم من الحكومة للمجلس عشان يعتمدها، الخطة السنوية والخطة الخمسية والخطة الست شهور، تي تقول على خطة التنمية وتقدم، هي تعتبر نوع من التقييم والقياس بناء على أرقام الحكومة اللي تقدمها. لو ترجع يعني، عشان أنا دائما أحب ما أذكر زملائي لا يعني بأي نقطة ملاحظة أو انتقاد لي، أنا دائما أحطها على نفسي. وش حاجة تحط على نفسك؟ احنا خلاص ما عندنا، احنا يا أخوي عادل نبي المجاملات عشان لا أقول لا أحطها على نفسي، لأني أنا واحد من مجموعة. يعني أعطيك مثال، أنا وقفت في الجلسة الأولى للأخت رولا دشتي، قلت لها هذه خطة رائعة، لما غيرت الخطة مع برنامج، أكو برنامج وخطة، قلت لها خطة رائعة، بس لكن بعد سنة راح أنت حاسب، لأن أول تونا داشين أبعيش وياها، صح ولا لا؟ بعد سنة كنت قاسي، قلت أنتوا عندكم فيلير، فيلير واضح. أنت قلتي لي بتحققين هالشكل في خطة التنمية، لم يتحقق. أنت اللي قلتي لي، مو أنا اللي قلته، وتم استجوابها، ووصل عدد طرح الثقة فيها 25 اللي نقول بلا أنياب في هذا المجلس، ورحلت قبل طرح الثقة بسبب قياس، وأساسا كانت خطة التنمية. خطة التنمية تعاملت معها الحكومة بطريقة سيئة من أيام الشيخ أحمد الفهد لما كان موجود. كانوا شو يسوون؟
يروحون حق الوزير شنو عندك من خطة موجودة في برنامج ميزانيتك، يشيلونهم ويحطونهم وين في خطة، يقولون هذه خطة التنمية. وزارة الأشغال تبي تسوي 25 كيلو أشوارع، وزارة الصحة عندها 3 مستشفيات، وزارة المدرسة التربية عندها 15 مدرسة، يعني عرفت، يحطونهم يركبون يقول هذه خطة التنمية مع 3-4 مشاريع يسوون فيها. هل تعتقد أن يمكن وسائل القياسات تحتاج إلى تطوير؟ طبعا طبعا، لأن لا تزال وسائل القياس بدائية يمكن بالمقارنة. أنا قلت في الجلسة أيضا، شاركني كثير من الزملاء، لا زال يدار مجلس الوزراء نانو بروفيشنال بمستوى اللي طموحنا. شنو اللي أقصده في طموحنا؟ لا زال لجان المشكلة في مجلس الوزراء محدودة، كأن المجتمع لا زال 1.2 مليون، وصلنا 4 مليون. التضخم في التعداد هذا مو سهل، يحتاج إلى ميكانيزم يختلف في قيادة الدولة. شنو تعليقك يا مساعد؟ والله الحقيقة يعني تحطيت اثنين من رموزنا اللي أنا شخصيا يعني معجب فيهم إعجاب كبير، وحاول قدر ما أقدر الحقيقة أني أصير مثل هالقمم هذه، مثل الوطنية هذه، مثل النضال اللي شفناه عنه. فأنا من الناس اللي حاطهم رموز يعني كبيرة عندي، منهم الاثنين الكبار ذولي على اولويتهم، العم جاسم القطامي والعم الدكتور احمد الخطيب. الحقيقه ذولي ناس مفخره الكويت كلها، يعني ذولي ضمير الكويت، ذولي بوصله الكويت ذولي. والحين ابو مساعد منو ضمير الامه الحين؟ منو عندنا اذا احمد الخطيب وجاسم القطامي مرحله وراحت، الحين منو من ضمير الامه؟ من يتكلم عن هالأمة المسكينة؟ والله كل إنسان صادق أياً كان موقعه، أياً كان مركزه، أياً كان سنه، مدام نظيف ومدام نزيه، مدام وطني، مدام حريص على هذا البلد، أعتقد يمثل الأمة يعني. أنت من شايف الساحة السياسية الآن؟ الساحة السياسية؟ أي؟ شوف السياحة السياسية فيها أخبار وايد وفيها صيحة وايد، والله يعين. يعني أنا من مدة كتبت يعني أنا أكتب في القبس مثل ما تعلم. نعم. كاتب في مقالة بعد يعني براءتي، والحقيقة فرصة أشكر قضائنا وأيضا كل عمر قضائنا نزيه، وأيضا من شاشة الشاهد بودي أن أشكر كل من هنأني على تبرئتي في تهمة باطلة غير حقيقية، والله يسامح اللي يعني وصلها وزجوني في زنازين أمن الدولة. وأنت طول عمرك وطني إن شاء الله وتبقى وطني. الله يخليك، الله يخليك. سؤال زين، ما تبي تجاوب منه بالسياسيين؟ هناك أعمام في البلد، في أعمام بالبلد أيضا، كل إنسان كبير في السن له مكانه وله دور. بلد الكويت مبروكة، صحيح. الكويت مبروكة بأهلها، من الجهراها لهم مهيمانها لمناطقها كلها. الكويت طيبين، ناس مخلصين، ناس أهل خير. الكويت كلها أهل خير. والكويتي ما يروح ما وين ما يروح ما يمنى للطيب. فحمد الله رب العالمين. يعني أنا أفتخر كوني كويتي بهالبلد الطيبة، بهالقيادة الطيبة، بهالشعب الطيب، بهالأرض الطيبة اللي ما قصرت فينا. حنا مقصرين يمكن وايد. اليوم أشوف فيك دبلوماسية أبو مساعد، شو السبب؟ أنا الحين صار لي مدة من أطلع بأي برنامج قالوا فيك دبلوماسي عندي، يعني أو سؤال تكرر عليك وايد، هذا وايد تكرر، وايد تكرر. أوكي. إلى شك أن يعني الإنسان يمر في مراحل معينة، في ظروف معينة، أشياء وايد، يعني لكل مرحلة معينة لها أسلوبها وطريقتها. زين أبو مساعد، أنا بروح على خلفية، يعني إحنا راح نسألك ما يقول الشارع الكويتي، خاصة لما يقال ان انتم يا داخل اهل السور تسمون بعض التجار اعمام او كبار بالسن لهم مراكز تجاريه، وانتم في خارج السور ما يسمى سموهم اهل القبائل، عمركم ما سميتوا على واحد رجال كبير من القبائل عم، شنو السبب؟ والله روح اسال انت وين ما ادخل انا اي مكان القى فيه رجل كبير سن. ف
في يعني اللي سميتها مناطق خارجية أو في حسينية. هذا الآن الحساب موجود في الشارع السياسي. دائما أحب راسم أقول هلا عمي، يعني ما عندي هالسالفة، ما أدري أسأل ناس ثانية، أنا ما أدري ليش تحلت عنا أنت، ما أدري ما تدري ليش يعني. الآن لاحظ أن الشيوخ لبعض القبائل ما ينقال عنهم يا عم، عندنا بعض التجار ينقال عنهم لا يا عم. أنا بالعكس إذا شفت واحد من الشيوخ أقول هلا طويل العمر وأحب على راسه، يعني بالعكس واقولها باعتزاز وفخر، لان هذا انسان له مكانته وله قيمته. وعلى فكره ترى دائما الشيوخ القبائل صفه الشيخ عندهم يعني قدها، هم تلقاهم يعني قمه في الرقي وفي الاخلاق وفي الردود الطيبه وفي الكرم، الحقيقه نفخر فيهم يعني، نتعلم منهم بعد هنا. زين ابو مساعد، لماذا تطرح في الفتنه في الوقت خاصه في السنه الاخيره؟ نرى طبول الفتنة، شنو السبب الرئيسي وراء الأمور هذه؟ لا شك أن هذا الأمر فعلا قاعدين نشوفه، ونشوفه على أتفه شيء، يعني يصير سالفة تافهة صحيح تستغرب من ردة الفعل الغير عادية. يعني يجي شخص ما يقول في برنامج ما موضوع ما يثار، تصير ردة فعل غير طبيعية. يا أخي البرنامج هذا صك لا طالع، القناة هاي لا تشوفه. الحسد المنتشر في البلد على عوائل لها دور كبير في بناء البلد، ليش هالحسد هذا موجود؟ ليش منتشر هالحسد؟ والله شوف يعني شيء ينزعل بعض، نزعل احنا لما نشوف هالحسد. الله خلق الدنيا، شوف الحين انت اي وافد عندنا احنا من الوافدين العرب او غيره يجمع لبيتين في قريته يبني لبيت، كل قريته يحسدونه. هل احنا هنا نقول وافد لو بسيط من هاللي تشوفهم ذولي؟ يجمع له بيستين، سوى له بيت ولا شرى له سيارة ولا فتح له محل هناك، كل قريته بس يحسد. الحسد صفة في ابن آدم، يعني ما في حسد بين التجار؟ والحسد أكبر بين التجار. الحسد يعني التجار هم يسمونه تنافس، يعني هذا يقول خذ المناقصة، هذا يعني يتضايق ليش، هذاك شطارة هي طبعا، هذا مثل حط سعر أحسن من هذا، هذا طمع أكثر، هذا ما حسبها عدل، هذا يعتمد على يعني ما يعتمد على نفسه بشكل مباشر، يعتمد على مثل نوعية ما هي زينة من الفنيين اللي عنده، فما يكون شغلهم عدل. بس الخرافي على فكرة أنا ما ودي أقول كلام لأنه يعني تفضل، أنا صريح ولا إحنا خايفين من أحد. يعني الدليل الآن في بعض الوسائل الإعلام تهاجم، وبدون ذكر اسم هذه الجريدة، تهاجم أشخاص من داخل أسرة الخرافي الكرام على موضوع أستاذ جابر، وأن نفوذ ومناقصات ومشاريع، مش عارف ليش. شوف خليك صريح بمساعد، أنت شلون تقيم؟ أول شيء خلنا نقول كتجار نطالع الخرافي كرجال أعمال، نعم. تمام، نقيم كناصر الخرافي. ليش نروح الخرافي مني؟ خلنا أول شيء نقيم ناصر الخرافي. تفضل. ناصر الخرافي اشتهر داخل الكويت وبرا الكويت أن إذا أخذ أي مشروع بجودة متكاملة ويخلصه قبل وقته، وهذا يرفع رأس الكويت كل مكان لما تسمع الخرافي قضب مشروع. طبعا يعني أنا يعني لا شك أن أيضا في عندنا مقاولين هم زينين بالكويت، نعم، لكن أتكلم لأن موضوعك أنت قاعد تتكلم عن الخرافي. أنت الحين أنت لو تبني بيتك خل الخرافي، وسوى المقابل اللي عندك سوالك إياه بشكل ممتاز، وبنفس الوقت أنت تنصح فيه تقول يا جماعة ترى والله عندي خوش مقاول من حلاله. فالمقاول الزين مو سهل ترى، على فكرة المقاولات أي واحد مساح أي واحد بنايز المقاول عندنا بالكويت، كل من صار اللي ما عنده شغل صار مقاول. كناصر الخرافي مفروض نفخر فيه، أنا مستغرب، ما أقول أنه ولد عمي، مو والله ما أقول له السبب هذا، لكن لأن ما مسك شركة ناصر الخرافي إلا رفعها. يعني زين كانت تحت لما أول ما أخذوها، بجرأة ناصر وبقوة ناصر وبرؤية ناصر زين اليوم لا إله إلا الله. شوف بيع بس أفريقيا هذه على قولة القائل توزيعات الحين بس خسرانه زين. لا لا من يقول لك زين خسرانه؟ سعرها دينار و200 الان. لا 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 محمد،
يعني حنا نكون لا أقول لك واقع؟ لا يبا زين خسرانة زين زين ذهب ما عليك من الحكي هذا وزين لعلمك اليوم اللي عنده زين يعني محظوظ نشتري زين يعني؟ لا 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 توهقني أنا مو قاعد أقول كذي بس أنت الحين قاعد توزع لك 107 يعني أنا قصدي من خذاها ناصر لليوم عطى اللي ذاك اليوم ما أخذها عطى كثرها أسهم وعطى كثرها فلوس نعم فأنا ما ودي المقابلة كلها تروح لا لا هاي جزء من واحد محل محل نية حق ناصر جاسم تعال خلنا نتكلم عن جاسم جاسم الخرافي تزكية ما حد اعترض الجميع ولا صار أحد ليش ما صار أحد عاد موضوع نحن هل ما حد يقدر عليه هل قلطوا عليهم هل فجاسم اليوم رئيس مجلس الأمة يعني وقاعد تحرجني ترى أنا هني يعني أنا بسمع وجهة نظرك أنا رايح المحور يعني الثاني. الحقيقة أخوي محمد أنت قاعد فعلا في حرج لما أتكلم لكن مضطر أقولها ترى جاسم صمام أمان جاسم دائما مع الخير دائما مع المحبة دائما مع التنمية دائما في تصويته في لقاءاته في تصريحاته حتى في لما افتتاحات المجلس دائما حريص على أن يوجه نصايح للحكومة وللنواب جاسم ما يبني أحد شيء صحيح. جاسم حتى معاشه حتى اللي قبله سيارة طويلة عريضة محصن ميشن ضد الرصاص ما عندها هسه سيارته وسائقه ما له شغل بالسوالف ناصر يبي هالبلد الحلوة تكون أحلى جاسم وناصر كذلك بقدراته وإمكانياته ممكن يسوي هالبلد أحسن بس للأسف قلت أنت لأسباب الله أعلم فيها نية على استاد جابر استاد جابر وفي حملة إعلامية كبيرة شوف أنا ما بيتدخل في الحملات الإعلامية هذه صحافة ومن يملك يحكم كل واحد عنده صحيفته يقدر يقول اللي يبي يطرح اللي يبي حقه هذا صحيح وبعدين بالنهاية إذا عنده شيء عندهم المحاكم وفي القضاء على ناصر وقضاء القضاء موجود في القضاء موجود فلما نيجي نتكلم عن موضوع الأستاذ جابر أنا ليش أقول لك لأن أنا مطلع على الأمر شركة محمد عبد الحسن الخرافي اللي على رأسها ناصر الخرافي دوره مقاول تعطيني أنا أسوي هالطاولة هذه بهالمواصفات هذه أسويها لك هل قدامنا هذه أنت تقول بعدين المواصفات هذه غلط الريل هذه من هناك صارت أنت معطنيها كذي أنا أمشي على المواصفات لكن كفترة زمنية أنا سويتها كنوعية الشغل اللي أنت تقولها سويتها كونك تي بعدين تقول والله هذه من أبيها كذي روح حاج المصمم إذا المصمم اللي سواها لك مو على مستوى أو كان جهاز الإشراف اللي كان يشرف لا 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 جهاز الإشراف جهاز الإشراف دوره يتابع أداء المقاول إذا المقاول أخطأ يخطأ حنا نتكلم المقاول مسوي اللي عليه بالعكس ترى العلمك جهاز الإشراف في وزارة الدولة المحترم نفسه والزين والنظيف يستانس اللي مثل الخرافي بدل لا يتعب يلقى الأمور سهلة يعني العلاقة الطبيعية بين المقاول وبين جهاز الإشراف هي أن الجميع ينجحون إذا كانوا اثنينتهم يعني نظاف الجميع اثنينتهم ينجحون الموضوع أنه يخلص بسرعة بأحسن شيء فلما يشوف شركة قوية قاعدة تمشي على حسب الأصول يرتاح يعني جهاز الإشراف والمالك ممتاز ايش رأيك اللي يقول الشارع الكويتي وأبيك تتكلم فيها بكل صراحة أن الدستور الكويتي ما هي إلا صنيعة بعض العوائل من التجار حتى يحكموا هذا البلد لو صنيعة لو الدستور صنيعة التجار اليوم التجار هم المهمشين التجار هم المسيطرين شو مسيطرين؟ ما اللي يقول هذا من عندك مر على الأك مر وين أنت بتروح؟ غرفة التجارة قانون غرفة التجارة غرفة التجارة ايش عليها من قانون غرفة التجارة عليها من الحكومة غرفة التجارة تفاجأنا لما لجت غرفة ما في قانون ما في قانون لهم بمساعد أصبح الآن القانون المجهز من قبل الحكومة أقوى من الغرفة هذا مو صحيح الكلام هذا أغنى أغنياء الكويت هم من التجار أكثر من هم المستطيل لهم قرار حتى قيل لنا بعض التجار دورهم في المال السياسي كبير
الحين طرحت كذا شيء. أنا خلنا نبدأ بالتجارة. من الصومال إلى ألمانيا إلى أمريكا. والله كلها مرتبطة مع بعضها. اسمع. قول. التجار هم أغنى ناس. كل أوكي. مكان بالعالم تتدخل. غير في السالفة سالفتكم. بس بالكويت عندنا بزود. شلون بزود؟ زود بالكويت. أنت اللي شايف الوضع الحالي، اللي شايف الوضع صحي. شو اللي يصحي؟ خلني أرجع لك على. لحظة. شو اللي مصحي؟ خلني مساعد. خلني أبدأ أول شيء وياك ترد لي على السؤال الأول. هل الدستور صناعة بعض التجار صح ولا خطأ؟ الحين الدستور كل من فرحان فيه يقولون صناعة بعض التجار. المفروض نشكر التجار اللي سوى الدستور يعني. أنت الحين رد عليه. رد مو أنا طرحت لك تساؤل. قالوا لا يعني الدستور هو اللي يقرأ تاريخ الكويت الحديث. الدستور هو توافق بين سمو الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم اللي كان من أول مع التجمعات الوطنية التي تنادي بوضع دساتير من على أيام سنة 36 كان معاهم وما تبعها. وهو عند الروح هذه وهو لا نظرة بعيدة. ولعلمك الدستور هو حفظ حق الأسرة الحاكمة مني ليوم القيامة. مدام في دستور بالكويت أسرة الصباح هم حكامنا إلى يوم القيامة. دستور أو عدم دستور هم بنائين هذا البلد وهم حكام هذا البلد. ما أقدر. أنت الحين قاعد أقول لك دستور. أنا رديت على سؤالك. شلون يعني من غير دستور بيصير حكام؟ طبعا حكام هذا البلد منذ تأسست عام 1752. إنزين أتفق وياك. ولكن الدستور هو مرحلة متطورة تتناسب مع التطور الحياة في دول العالم كله. وهني ذكاء الله يرحمه عبد الله السالم انه خلى يعني مثل ما قلت هم حكامنا في دستور غير دستور. انا باخذ هذه كلمتك. لكن بالدستور اعطاهم وضع اقوى واجمل وافضل ومتميز. ولا شفت انت كلمتك الحين حكامنا مني ليوم القيامه من غير دستور يا رجل؟ لما صارت ازمه الحكم من اللي فكم؟ جاوبني انت. مجاوبني من اللي حفظكم؟ شنو هو ازمه الحكم ما بين الله يرحمه وجود ولي عهد في سده الحكم اوتوماتيكيا المفروض يصير امير وما بين اختيار سمو الامير صباح الاحمد حاكما للبلاد؟ من اللي سواها؟ الدستور. لو ماكو دستور شو يصير؟ حدثت هذه الحادثه في حكم بدايه حكم الشيخ احمد الجابر. صدر التقاء شعبي مع أسرة الخير التقوا واختاروا أحمد الجابر الراشة بدون دستور. ذاك الوقت غير الحين اللي صار. تهاوشة وش فيك أنت؟ ما حد تهاوش. اختلفوا وجهات النظر. تهاوشة وحالة تقول تختلفوا. التجأوا للدستور. أي التجأوا لما الدستور كان علوم. زين هذه أداة جيدة. لكن أنا سألت هل التجار صناعة هل الدستور صناعة بعض التجار؟ ما جاوبني لحد الحين نعم او لا. انا قاعد اقول لك الحين انت تقاطعني محمد. اقول لك انا ذكاء سمو الامير الراحل عبد الله السالم وبعد نظره ووطنيته وحبه لبلده وهو بقبول منه وباستعداد ايضا يعني. هذه سالفه الدستور هذه من 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 سنه 36 ما زالت في الجو العام لل 36 37 38 فهذه الأمور معروفة الكويت في الطليعة اللي عندهم اللي سميتهم أنت التجار. طبعا في ذلك الوقت طبيعة ظروف الكويت كانوا التجار هم يعني اللي يدرسون هم اللي يعلم لأن الناس تركز وراء لقمة عيشها الحقيقة. فكان عندهم شايلين هم تطوير البلد ويعني إصلاحه. فتخيل الكلام والما أدار في سنة 36 أيام سنة المجلس والمآسي اللي صارت فيها وش انتهت فيه. هذه الأمور ما راحت، ما زالت هذه الطليعة موجودة وبالعكس كبرت وصار هذا الفكر موجود. بالإضافة إلى الجو العام يعني في ذلك الوقت يعني كانت مثلا ديمقراطية العراق لـ 58 كانت أيضا باعث وحافز. فسمو الأمير الراحل بحكمته وبرؤيته عبد الله السالم
قاعد مع إذا تسميهم تجار سمهم تجار كيفك، هم على يعني نخبة أهل الكويت في ذلك الوقت، وسووا المجلس التأسيسي واللي من خلاله حطوا صار نقاش وخلاف، ويعني في يعني شد وجذب كان وقتها، يعني كل مادة كان الله يرحمه الشيخ عبد الله سعد العبد الله يعترض عليها مع المستشار مع الحكومة، فإلى أن بالنهاية وصلوا إلى حل. بس الدستور لم يطرح على الشعب للاستفتاء عليه. لا هو شلون بشكل غير مباشر، يعني أنت شو اللي صار، الشعب اختار من يقومون في عمل الدستور، فاختيار هو حصل صدر مرسوم أمير من الشيخ عبد الله السلام رحمة الله عليه على المجلس التأسيسي لصياغة الدستور. اي فهذا اللي اختاروهم الناس، قالوا يبا أنت تمثلون لنا سووا لنا الدستور، يعني هم وثقوا فيهم بحيث أنهم هم يسوون الدستور، فهذه يعني هذولي ما يابوهم من بيوتهم، قالوا تعالوا، لا الشعب يابهم في ذلك الوقت، فالشعب لما يابهم وسوى هذا رد وعاد ووافقوا على الدستور وكملت الحقيقة. تأيدني بأن حان وقت تنقيح الدستور؟ أوف أنا قاعد أقول لك أنا الأوان أنه يصير مثل باقي دول أوروبا وأمريكا النائب على الراشد طرح الفكرة هذه وهو لا لا دائب ما طرح كذي نائب يعني أنا أختلف وياه، أنا شوف أختلف وياه طرح على الراشد إيه أحبه علي، علي من الناس اللي يعني لهم معزة خاصة عندي، رجل فيه خير وناس تحبه الحقيقة وعنده وجهة نظر، هو يراها من قناعة من زاوية معينة كيفه، بس أنت ترى شو اللي يقول نائب عبد الله راشد علي الراشد، علي الراشد يقول ان طرح الثقه في طرح الثقه لازم الوزراء يشاركون. انت ما توافق على هالنقطه؟ لا غلط. شنو يمكن تيك حكومه تعبانه، يجي وزير تعبان الحكومه تصوت تلقى لها كم عضو وياهم وزينين خلاص نختربت السالفه، لا 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 هذا الدستور احنا نقول الدستور ينادي إلى مزيد من الحرية مو إلى انتكاسة، أنت هني اللي بتسويه. وأنا جلست مرة ويا عبد الله ويا علي الراشد ويا علي أقول لك ناقشته حل النقطة هذه، ناقشته بالنقطة حتى قلت له أنا شلون تقول، قال أنت قلت أكثر من كذي، أنت قلت نحط الدستور اللي قلت لك الحين أنا قلتها غير طبعا نحطه في متحف التاريخ، قلت له أنا قلته لأني أبي تطويره أحسن، أنا مو عاجبني الطريقة، لازم أحزاب ورئيس وزراء من الشعب والكويت فيها يعني من ناس على مستوى كبير ممكن عشان نفك الأسرة الحاكمة من التجاذبات، وهذا قط عليهم كلمة وهذا غلط عليهم وهذا يهينهم وهذا هم يسوون شيء عن حسن نية وترد ردة الفعل فيها يعني شيء مو زين.